أعظم عباده وأقدس عباده هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في عمل مردوده كمردود الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الأجر والثواب. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام علامة الحب، الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، القرب منه في الآخرة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أهم شيء. الصلاة على رسول الله وكثرة الصلاة على رسول الله براءة من النفاق. الأمر الوحيد اللي هو دليل على عدم النفاق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المنافقين ما بيصلوا على النبي، وإذا صلوا ليجاملوا الناس، أما يكسر من الصلاة على النبي يقعد لحاله في بيته وما حدا شايفه يصلي على النبي، ما بيعملها المنافق. شغلتين اللي يكسر من الصلاة على النبي ما هو في أمان منهم، النفاق والنار. ثم كل هموم الدنيا، أي هم بهمك في هذه الحياة، أي مشكلة بتمر بحياتك، أكثر من الصلاة على رسول الله بنية تفريج هذا الهم أو قضاء هذه الحاجة. فإذا قضاء الحوائج في الدنيا، الأمام من النفاق، الأمام من النار. أعظم أبواب البر للوالدين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الملك لما بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ملك يقول فلان ابن فلان يصلي عليك. أي بر أعظم من هذا البر؟